اسمك الكريم؟ احمد عبد السلام اسماعيل. يا احمد من وين؟ من الرقاعي هنا المركز. طيب، ثلاث خطوات الى مكه. اول خطوه، قد اعتمرت من قبل؟ لا اعتمر. حلو، هذه اول خطوه. الخطوه الثانيه، جوازك موجود؟ موجود بس في تيره تقدير عاده. هنا المطب، ضروري يكون مجدد جاهز. يلا شكرا لك. اسمك الكريم؟ ماهر علي احمد الاهدم. يا ماهر. ايوه، خليك ماهر وجاوب على السؤال. اين احنا الان؟ انا في الخوخه. في الخوخه محافظه الحديده. طيب، عمرتك معنا، ثلاث خطوات الى مكه، اذا عديتهن نتوكل على الله مكه ان شاء الله. قول ان شاء الله. ان شاء الله. قد اعتمرت من قبل؟ لا. حلو، هذه اول خطوه. الخطوه الثانيه، جوازك موجود؟ لا. كيف بدنا نعتمر؟ شكرا لك. لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك الكريم؟ محمد عبد الله سعيد. من وين يا محمد؟ صبر. من صبر. أيوة. تعز، ونحن في محافظة تعز. طيب، عمرتك معنا، تابعتها؟ ايوه. دائما تتابعها؟ تابع. ايوه. ثلاث خطوات الى مكة ان شاء الله. مشتاق لمكة ان شاء الله باذن الله؟ احد مشتاق لشربة زمزم باذن الله، وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام ان شاء الله. قل يا رب. يا رب. انها من نصيبك. انها من نصيبي على الله باذن الله احد. يا رب. يا رب. أول خطوة، قد اعتمرت من قبل؟ لا. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية، جوازك موجود؟ موجود. مجدد جاهز؟ جاهز. ساري المفعول؟ إن شاء الله. اعطوني الإحرام. محمد. شوف ما إن شاء الله. إن شاء الله. يا رب. يا رب. السؤال يقول، باقي لك هذه الخطوة وإن شاء الله. إن شاء الله. إنها من نصيبك بإذن الله. بأي الجمرات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في حجة الوداع؟ جمرات، هناك في جمرة صغرى، في جمرة وسطى، وفي جمرة كبرى. الجمرة الكبرى. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في الجمرة الكبرى، رماء في يوم النحر. في يوم النحر، في حجة الوداع. في حجة الوداع إن شاء الله. متأكد؟ إن شاء الله. طيب، وبعدها؟ ثلاث جمرات، ليرمين، الجمرة الكبرى ليرميها. أيوة. حجر بالجمرة الكبرى. والبقية؟ ما رميش. ما رميش فيها؟ لا، لا. طيب محمد، تخيل نفسك وأنت أمام بيت الله الحرام تلبي، أشتي تلبية من قلبك. لبيك اللهم لبيت، لبيت لا شريك لك لبيت، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيت، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أخي محمد، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجمرة الكبرى في حجة الوداع في يوم النحر، وباقي الجمرات ما رمى فيها. إجابة صحيحة، ومبروك عليك العمرة. الحمد لله. الحمد لله. مبارك عليك يا أخي محمد، وادعي لنا معك إن شاء الله بإذن واحد أحد. أدلي. إن شاء الله بإذن الله. إن ربي يوفقك. آمين. إن شاء الله.